بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا الحديث يبين فضل الوالد ومكانته في الإسلام، وأن بر الوالد يجعل الإنسان يدخل من باب من أبواب الجنة من أفضلها. قال: الوالد باب من أبواب الجنة، يعني من أوسط أبواب الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأوسط أبواب الجنة يعني أفضلها، أفضل باب. الله سبحانه وتعالى جعل للجنة أبواب، هناك باب يسمى بباب الريان، وباب يسمى بباب الصلاة، وباب يسمى بباب الجهاد، وهناك باب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: من أوسط أبواب الجنة، يعني من أفضلها وأرفعها. فهذا الباب يدخله الإنسان الذي يكون بارا بوالده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، وهذا توبيخ للإنسان الذي يستطيع أن ينال هذا الباب ببره بوالده ثم يضيعه. يعني كيف الإنسان يستطيع ببر الوالد أن يدخل بابا من أفضل أبواب الجنة ويتميز بذلك عن الناس، ويستطيع أن يضيع هذا الباب بالعقوق. لذلك على الإنسان أن يسعى لبر والده أو والديه حتى ينال الدرجات العلى من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.